فائدة إذا قرأ سورة الواقعة بعينيه فيه بركة، يعني إذا واحد صار يمر نظره على القرآن بالعينين دون أن يتلفظ فيه بركة، وإذا كانت نيته حسنة فيه ثواب. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أديم النظر في المصحف. النظر في المصحف مفيد، فيه بركة، إذا كان بنية حسنة، بنية تعظيم شعائر الله مثلا، أو بنية تعويد نظره على اللفظ حتى يتهيأ للقراءة فيما بعد، إذا حضر عند عارف بالقراءة يقرأ عليه يكون تعود نظره على ذلك، بنية حسنة فيه ثواب. أديم النظر في المصحف، النظر المقصود به هذا النظر، إمرار النظر، إمرار النظر في المصحف، وهذا مما يفيد لقطع الوسواس، مما يفيد لقطع الوسواس أن يديم الشخص نظره في مطالعة حروف القرآن. إذا قرأ سورة الواقعة بعينيه فيه بركة، لكن ليس كالذي يقرأ بلسانه من أجل الرزق، لكن ليس كالذي يقرأ بلسانه من أجل الرزق، يعني مما جرب لتيسير الرزق الحلال أن يقرأ الشخص كل ليلة سورة الواقعة، أن يقرأها بلسانه. والذي ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الاستغفار: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لزم يعني يقول كثيرا كل يوم، المقصود بلزم داومة، حتى يحصل السر لابد من الإكثار، والإكثار هنا أقله 300 مرة كل يوم، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو استغفر الله استغفر الله. الرسول جزما قال: جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جزما معناه لابد أن يتحقق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. بالليل، هو السر بالليل كل ليلة بالنسبة لسورة الواقعة. شيخ، ورد حديث بالنسبة لقراءة سورة الواقعة لا تصيب المفاضلة؟ ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به.